استاذ عادل صلاحي ودكتور عبد الهاب الافندي القارئ للسيره ينتقل من غزوه الى غزوه ومن سريه الى سريه وما فيش مجال للواحد انه ياخذ بريك ياخذ راحه لكن انا بدي اقترح عليكم انه في هذه الوقفه ننطلق من الحديث عن السرايا الى تامل في بعض جوانب الحياه الاجتماعيه وخاصة في داخل بيت النبوة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا هذا أمر ضروري <applause> خاصة بعد بني قريظة في <applause> الوقفة السابقة لكن خلينا ننطلق برضو من السرايا السرايا كانت كثيرة والكتاب السير يتحدثون عنها بين الحادثة الكبيرة والحادثة الكبيرة دائما في مجموعة من من السير لفت نظري سرية كان على رأسها محمد بن مسلمة لا. وهذه السرية يقول المؤرخون بأنها كانت تقريبا أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريضة حدثت تقريبا في المحرم من سنة ستة للهجرة وكانت موجهة إلى بطن بني بكر ابن كلاب المثير هنا أن هذه السرية أو كان من آثار هذه السرية أسر شخص اسمه ثمامة ابن آثال الحنفي سيد بني حنيفة ويقال بأنه كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من مسيلمة الكذاب فأخذه المسلمون ولما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت يعني يريد أن يفدي نفسه أن أتيحت الفرصة فتركه صلى الله عليه وسلم ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل, مثل ذلك فرد عليه كما رد عليه أولاً ثم مر مره ثالثه فقال بعدما دار بينهما الكلام السابق: اطلقوا ثمامه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يطلقوه، فاطلقوه فذهب الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وقال: والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض الي من وجهك. فقد اصبح وجهك احب الوجوه الي. ووالله ما كان على وجه الارض دين ابغض علي من دينك، فقد اصبح دينك احب الاديان الي. وان خيلك اخذتني وانا اريد العمره. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر، فلما قدم على قريش قالوا يبدو انه وصلهم الخبر: صبأت يا ثمامه قال لا والله ولكني اسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا والله قال لهم ولا والله لا ياتيكم من اليمامه حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليمامه ريف مكه تاتي الغلال منها اليهم فانصرف الى بلاده ومنع الحمل الى مكه حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم أو يخلي إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رغم الخصومة والعداوة وما فعلته قريش إلا أنه حينما كان يناشد الرحم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستجيب مباشرة نعم هو لا شك أوصل الناس للرحم وأبرهم بالناس والله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رحمة للعالمين. فهو الرحمة والرحمة لكل الناس للمسلم والمؤمن والكافر كذلك. فطبيعي جدا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يستجيب لهذا النداء وان يكتب او او يرسل الى ثمامة طالبا منه ان يخلي يعني ان ان يرسل اليهم المؤن ولا يقطعها عنهم. لانه صلى الله عليه وسلم لا يريد اطلاقا ان يجحف بالناس او ان يجهد الناس او ان يصلوا الى بالعكس هو كل الذي يريد من يوم ان بدا دعوته الى اخر يوم في حياته المباركه صلى الله عليه وسلم ولا ولم يطلب الا ان تعطى له حريه مخاطبه الناس ان يضع لهم دعوته بدون ضغط وبدون اكراه كان شعاره باستمرار خلوا بيني وبين الناس هو طبعا هذه السرايا نفسها كما يعني احنا انتهينا من غزوه الاحزاب وهي كانت تحدي كبير يعني بالنسبه للامه الاسلاميه ولكن كما تحرك هذه السرايا هو عمليه دفاعيه يعني كانت تذهب لتستطلع وكما حدث في هذه القصه يعني تحاول ان يعني تعترض طريق مثلا مثل هذا الرجل الذي كان يخطط مم. لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك مؤامرات اخرى يعني تحاك يعني قريش وحلفاؤها بعد ان يعني هزموا في الاحزاب لم يجلسوا مكتوفي الايدي يعني كانوا ما زالوا يعني يخططوا في كم مؤامره يعني في روايه ان ابو سفيان دفع لعرابي حتى يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في محاولات كثيره ايضا كان هناك في هذه السرايا تصفيه حسابات يعني قتلت خبيب واصحابه من القراء يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم سعى الى ان يذهب لمعاقبتهم بعد الجريمه الكبيره التي ارتكبوها عضل والقارة وتأمين عموما تأمين تأمين المدينه مم. وبث العيون وكان طبعا في محاولات اخرى يعني آه كما ذكرتم كما يعني ذكرتما آه في إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم و ورحمته بالناس طبعا معروفة يعني حتى إطلاق ثمامة هذا مع أنه يعني قبض متلبسا وقومه من حنيفة وكان يعني نعرف أن مسيلة كان ظهر وبدت هناك يعني حرب من نوع آخر للرسول صلى الله عليه وسلم فكونه يعني يطلق سراحه هذا ايضا قدرها الرجل يعني هو يعرف انه ماذا كان يريد ان يعمل. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وبما رحمه من الله لنت لهم. فهو هذا اللين من عنده. وكان الرسول يعني صلى الله عليه وسلم ايضا كان له نظره في الناس، مم. يعني هو رأى ان هذا الثمن من الاسئله التي كان يسأله اياها. مم. كانه يتأمل فيه خيرا. مم. نعم. فأحسن اليه. فبادل فرد كان رد ثمامة على إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أسلم نعم فكسبه يعني هذا سيد كان سيدا في قومه نعم فكسبه صلى الله عليه وسلم هذه من الفراسة يعني نعم في أيضا في من ضمن الحديث عن السرايا في سرية كان على رأسها زيد بن حارثة وأنا أيضا لفت نظري أن زيد بن حارثة كان على رأس كثير من السرايا نعم وهناك حتى رواية عن عائشة رضي الله عنها أظن دونتها هنا حتى لا أنساها تقول عن زيد بأن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما لو ظل يعني لو ظل زيد على قيد الحياة لخلفه لا أو لاستخلفه لا لا استخلفه. وما ارسل سريه فيها زيد الا امره عليها. طبعا زيد معروف انه له قصه طويله سنتطرق اليها لكن خلوني بس اذكر لكم مطلع هذه الروايه لتكون مدخل. هذه السريه ارسلت الى مكان يسمى العيص وايضا كانت في السنه السادسه للهجره ربما في الترتيب جاءت بعد سرية محمد ابن مسلمة في هذه السرية كانت هناك عير لقريش وكان يقودها أبو العاص وأبو العاص هذا كان زوجة زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم استولوا على العير وفر الرجال ومن ضمن الذين فروا أبو العاص هذا إلا أن أبا العاص آه لم يرد أن يعود إلى مكة وقد فقد المال مال مال قريش فتسلل إلى المدينة المنورة نعم هو أبو العاص بن الربيع وجد نفسه في موقف حرج جدا نعم يعني ذهبت العير وهو نجا فكيف هذا يعني إذا رجع وقال لهم إن المسلمين اعترضوا العير وأخذوها وأنه سلم فربما يتهمونه بالتقصير أو بالتواطؤ، وهو كان رجلا أمينا يعني وهذا ينم عن المروءة نعم فهو لذلك مكث يفكر ثم تسلل إلى المدينة ودخل إلى بيت زوجته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنا أتوقف هنا قليلا أقول طيب كيف عرف البيت بالليل ماذا كانت الحراسة على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة وكيف يمكن لأحد أن يتسلل إلى بيت ما هو أحد المسؤولين مش بيت الرئيس ولا بيت إلى بيت مثلا بواب الرئيس. لا لعله لا يمكن أن يتسلل أحد في هذه الأيام فكيف ببنتي فكيف فهو تسلل إلى ودخل على لبيت زوجته بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. ف يعني هذا هذا الوضع الأمني وضع الأمان في المدينة لأن الوضع هناك وضع الذي يحترم الانسان وضع العداله والامان لكل الناس أو ايضا أو هو في اشاره لانه الخطر الذي كان محدقا بالمدينه قد خف لانه احنا هنا نتكلم بعد الاحزاب تقريبا هناك ايضا طبعا روايه مشهوره يعني حتى علق على احد المستشرقين طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يقيم حراسه م. على بيته فلما نزلت ايه والله يعصبك من الناس صرف الحراسه نعم حتى احد المستشرقين علق قال يعني هذا رجل لا بد ان يكون صادق لانه هذا امر لا يلعب فيه لو يعني كان هو كذا يعني لا يمكن ان يعني يلعب لا احد يعطي ضمان لنفسه اي يعني لا يمكن هذه الامور خطيره يتعلق بحياتك فانت يعني أو والذي يتقدم في السلطه يزداد حراسه لا يتخفف منها يتخفف منها فصرف الحراسه عن بيتي صلى الله عليه وسلم لكن يعني طبعا هي فعلا انه هذا طبعا نحن نذكر انه العاص ابن الربيع كان طبعا اسر في بدر ابو العاص ابو العاص فلما بعثت زينب تفديه بالقلاده التي كانت خديجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رده اليها هذا يدل على انه ايضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان طبعا نحن تكلمنا عن انسانيه الرسول صلى الله عليه وسلم انه بيحترم هذه العلاقات الانسانيه مم. اولا يعني وفاؤه هو نفسه لخديجه نعم. و وأيضاً احترامه لهذه العلاقة الزوجية نعم. نعرف بعد ذلك طبعاً أن زينب رضي الله عنها هجرت وتركت نعم. زوجها وتمت يعني أكثر من ثلاث سنوات كان يعني نعم حالي. أربع سنوات يعني كان وهجرتها لم تكن سهلة يعني هي تعرضت لعذاب ومشقة ومحاولة واعتداء عليها أيضاً نعم. يعني نعم إلى حد ما م. لكن يعني بعض بعض المؤرخين يقول بان وفاتها وهي ما زالت صغيره كان له علاقه بمرضها بسبب ما حدث لها اثناء الهجره نعم نعم هو احد المشركين حاول انه يضربها نعم م. لكن على اي الاحوال الجميل هنا انه عندما دخل ابو العاص بن الربيع على زينب ليلا انتظرت حتى اصبح المسلمون في صلاه الفجر ثم وهم في الصلاه قالت: معشر المسلمين اني قد اجرت ابا العاص بن الربيع. فالرسول عليه الصلاه والسلام عندما فرغ من الصلاه سالهم هل سمعوا ما سمع؟ فقالوا له نعم، قال: اما اني ما علمت حتى سمعتم ما سمعت. ف يجير على المسلمين ادناهم. هنا التطبيق العملي انها امراه اجارت زوجها او اجارت احدا من المشركين والجوار هذا مقبول، هذه الحماية مقبولة يعني هذه قاعدة قاعدة أساسية القانون الإسلامي نعم هي قاعدة سبقت طبعاً م. هذا الأمر نعم. كان في حديث نعم يقول أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم نعم. أدناهم. أدناهم نعم, نعم. 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 هذه في الصحيفة في صحيفة المدينة نعم, نعم. وأنه يعني في بعض المفسرين تحدثوا عن ما معنى أدناهم يعني هل نعم. أدناهم هذه تشمل هل تشمل العبيد؟ تشمل الأطفال؟ تشمل النساء؟ <applause> فكان هناك إجماع أن تشمل النساء وتشمل أيضاً العبيد لكن الأطفال يعني بحكم أنهم قد يكونوا مثلاً يعني غير يعني مؤهلين يعني ذهنياً نعم فهذه يعني قد تكون معقولة لكن يعني هذا معناها مسلم مسلم اذا مسلم اجار خلاص اجار انتهى الموضوع المجتمع الاسلامي كله يقبل هذا الجوار هنا الملفت للنظر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ربما حتى لا يظن يظنن احد بانه يستخدم صلاحيات خاصه لانها ابنته هنا يعيد الامر الى الجماعه نعم كما فعل في بدر لانه في بدر عندما ارسلت القلادة قال إن رأيتم أن تعيدوا إليها لا. قلادة لأن الأمر يتعلق بالأمة بالجماعة هنا لا. لكن هنا بالنسبة للجوار يكفي أنها هي التي أعطت الجوار هذا الحماية فهذا يسري على المسلمين جميعا ثم هي ناشدته ناشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد العير لأبي العاص بطلب منه طبعا هو طلب منها انها تطلب اي هو يعني رسول أولاً الرسول اولا الرسول اولا الى الديوار نعم, <applause> نعم هو الرسول اولا آه ذهب اليها وقال لها احسني او اكرمي اكرمي لكن لا يصل اليك يعني التفرقه لانه كافر ولا يعني ايوه لان التفرقه تفرقه حقيقيه كامله آه لا ف لا ثم عندما ناشدته ان يرد لابي العاص العير فردها، وذهب ابو العاص بها واعاد الى المشركين اهل مكه، كل منهم ما له في هذه العير، ثم قال لهم هل اديت لكم ما علي؟ فقالوا نعم جزاك الله خيرا، فقال اما اني قد اسلمت، وانطلق عائدا الى المدينه. هو ايضا اخبرهم بانه لم يرد أن يسلم هناك حتى لا يظن بأن إسلامه محاولة ل لمكسب شخصي للتهرب من رد ما أخذ ورد الأشياء التي خذها المسلمون أو رد الأشياء التي كانت كانت في حوزته الأشياء التي ردها المسلمون عليه ردوها بعد أن استأذنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في لا ذلك نعم فقال إن رغبتم نعم بما معناه فجاء كل واحد منهم بما كان لديه نعم حتى أعيدت كل الأشياء يعني الشيء الجميل هنا أن رسول صلى الله عليه وسلم يعيد الأمر إلى الناس ولكن الناس أيضاً يعاملون الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة خاصة جداً يعني لا يرفضون له طلبا بالرغم من انه اعطاهم الخيار في ان يفعلوا او لا يفعلوا نعم صحيح. هو لانه هنا لهم الحق في هذه العير نعم لان نفل نفل وهم نعم. في حاله حرب مع قريش ما يزالون فاذا اعترضوا بعض اموالها فهذا امر مقبول فاذا رد هذه الاموال لازم يكون عمليه اختياريه فعندما تكون بالإختيار الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا عملياً ما هذا هو درس يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمل به كثير من الحكام المسلمين عندما يعطوا للناس حقهم الناس يتعاملون معهم على هذا لكن حكومات اليوم تسلب الناس حقوقهم في كل شيء لذلك يوجد هذا الفصام الكبير بين الشعب والحكومه هي علاقة مناكفة، العلاقة الآن في زمننا هذا بين الحاكم والمحكوم علاقة خصومة ومناكفة نعم. بينما في العهد الإسلامي الأول نعم كانت علاقة تكامل علاقة علاقة حب وود وإخلاص نعم. وتفاني نعم. يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أرفع كذلك من هذا المستوى يعني صحيح انه يعني كان دائما يعني كما اسلفتم في هذا الامر انه يعني هو حتى عندما يريد ان يطلب شيء يطلب دائما بلطف ورقه نعم. واظهار انه الامر اليكم يعني هو طبعاً الرئيس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزعيم يعني اذا راى شيء وهو المرسل يعني الموصل من السماء والمسلمين لا يعصون له امر مامورون الوحي انهم لا يحصل له امر نعم. <applause> لكنه لا يريد ان يستغل هذه القضيه يعني صحيح حتى في الامور البر يعني هذه ما امر بر نعم انه ليس هذا امر يعني هو شخصي مكسب شخصي للرسول صلى الله عليه وسلم انه كما يرى خرجت منه نعمه انه هذا الرجل اسلم وهذه قد تكون ايضا لها فوائدها يعني خاصه انه اسلم في مكه فهذه الطريقه في التعامل طبعا هي طريقه رفيعه جدا واحترام للعقول وللناس وللامه صحيح هذه الامة يعني هو احيانا كان صلى الله عليه وسلم يعني قد يطلب في بعض الاحيان انه مثلا من الناس انه يتنازلوا عن شيء على اساس انه يعدهم انه يرد لهم يعني كانه يقترض منهم اذا شاء ذلك لكن في هذه المرة فوض الامر اليهم يعني. يبقى نقول هنا انه عندما رجع ابو العاص بن الربيع الى المدينة بعد ان اعلن اسلامه الرسول صلى الله عليه وسلم رد زينب اليه بدون عقد زواج جديد معنى هذا ان هذا الافتراق بين زينب رضي الله عنها وزوجها الذي استمر اربع سنوات لم ينهي الزواج آه وانما بقي على القديم لما جمده <applause> نعم نعم جمده. وانا قرأت في بعض مما قرات بان الحكم الذي نزل بعد الحديبيه لم يكن موجودا لانه بعد الحديبيه اصبح الطلاق او الفراق بين المؤمنات ومن كنا على ذمتهن من ازواج كفار كان يصبح طلاقا او فراقا لا يصبح طلاقا لكن حينما ترد اليهم اموالهم يعني يكون في ما آه يقول شيء رسمي او فورماليتي يعني انه اذا جاءت امراه مهاجره الى الى المدينه فهذه الحاله ممكن ان تفرق عن زوجها كما يحصل بالمحكمه يعني كانه يصدر قرار محكمه يفرق بينها ولكن الايه تقول يعني انه يدفع اليهم اموالهم يعني واتوهم ما انفقوا نعم. ما انفقوا فاسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا نعم. فاصبح هناك اليه نعم. نقول لفض هذا الزواج بمعنى انها ممكن بعد ذاك ان تتزوج من شخص اخر نعم لانه هذا هذه خلقت اليه الطلاق لكن في ذاك الوقت لم تكن هذه اليه التطبيق قد نعم. وجدت فهي تصبح في عصمته الى ان يحصل طلاق رسمي ها هذه المساله مساله الامتحان هذه سوره الممتحنه <applause> ونزلت في النساء اللاتي يهاجرن اما عندما تسلم امراه متزوجه وزوجها لا يسلم فالحكم في تفصيل في الفقهاء كثير واورد ابن القيم تسعه اقوال عن الصحابه وهذه والامر فيه بحث كبير ولعله ليس والآن فتوى من مجلس الإفتاء الأوروبي بأن المرأة التي تسلم في الغرب هنا لا يطلب منها ولا ينبغي أن تطلق من زوجها نعم. يعني هذه فتوى استندت ربما إلى هذه الأقوال الموجودة في كتب نعم. التراث على كل حال أبو العاص هو ابن خالتي زينب رضي الله عنها نعم هو ابن هاله بنت خويلد. بنت خويلد بنت خويلد ولذلك تجد هذه العلاقه السيده خديجه خالته اي السيده خديجه خالته نعم نعم, نعم. لا تملك وانت تقرأ هذه القصه الا ان تشعر انك في في داخل اطار بيت نعم. واحد الرحم هنا العلاقه الخاصه نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح لم يدري بتسلل ابي العاص الى المدينه وبوجوده لكن اتصوره قد سر بربما بمجمل الاحداث صح. نعم التي مهدت لاسلامه وعودته يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرم هذا بنت ويفرش لها رداءه من, من مودته طبعا سبحان الله زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه. توفيت بعد عام تقريبا من عودة زوجها إليها وهو لم يعش أكثر توفي بعد ذلك بسنوات قليلة أيضا على كل حال نأخذ الآن استراحة قصيرة ثم نستأنف إن شاء الله دكتور عبد الوهاب لديك تعليق صحيح يعني ما احببت ان يعني أمر على هذه القصه بتاعه الزواج قبل ان يعني فيها شيء من حقه لان قضيه دقيقه ولها جوانب عده يعني الاسلام او يعني تعاليم الاسلام عموما تحترم العقود يعني هناك احترام في في الدين الاسلامي لكل تعاقد وعقد الزواج طبعا يعتبر من اهم العقود هو يعني اعظمها يعني كيف يعني تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا عظيما يعني ميثاقا آه غليظا ميثاقا غليظا يعني هذا العقد الزواج يعتبر ميثاق غليظ م. والمواثيق دائما في الـ يعني عند الله سبحانه وتعالى لابد ان تحترم حتى عندما تكون يعني بين مسلم وغير مسلم ولهذا كان يعني الآلية التي تحدثنا عنها لإنهاء العقد يعني أنه في إنذار كان حتى يعني أن ذلكم حكم الله يحكم بينكم يعني لا بد أن تعطوهم حقهم لا بد أن يعني أن يكون هناك أولا يعني إختار دائما في في مثلا لما يكون هناك حلف او اي شيء تريد انت ان تفض هذا الحلف لا بد ان تخطر الطرف الاخر بنهاية العقد نعم. وإنهاء فهذه هذه نقطة مهمة يعني أنه صحيح أنه جاءت آيات فيما بعد ذلك أنه لا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين وأنه لهن يحل لهم يحلون لهم طبعا أصبح هناك حديث أنه هل هذا الأمر ينطبق على أهل الكتاب أم هو خاص بالمشركين لأنه نزلت بعد ذلك آية أن نساء أهل الكتاب حل لكم فبعض الذين أجازوا استمرار الزواج بين الكتاب وال آه والمسلمة خاصة إذا كان عقد سابق يعني استردوا إلى هاتين النقطتين أن العقد ما دام ساري إلى أن يعني ينبذ إليهم على سواء إلى أن يعلن رسميا إلغاؤه يظل ساري لكن أيضا يقول أنه قياسا على الكتابيات لان هناك قال لا تنكح لا المشركات ولا تنكح المشركين خلاص هذا امر واضح لكن هنا نزلت الايه في تحليل نكاح اهل الكتاب فيمكن ان يكون هناك يعني شبهه أن هذا الامر على الاقل اذا كان عقد سابق لكن هذا الامر يعني يستحق نقاش ليس هذا يعني موضعه على كل حال. حد.. وهذا, وهذا الذي دفع يعني عشان بس ننهي الموضوع، هذا الذي دفع الفقهاء المعاصرين م. بسبب ما استجد من مشاكل في حياه المسلمين في هذا الزمن الى ان يعودوا الى هذا الموضوع و... وأنه هو ايضا استندوا على شيء مهم أن المس... يعني المسلمات احيانا يؤثرن على ازواجهن وحصل يعني في بعض الاحداث التي رويت و... و... والحكم هذا اول مره كان في امريكا الشماليه في امراه اسلمت وجاءت الى الجمعيه الاسلاميه وقد تم اسلمت لكن زوجي يعني مشرك ولكن انا احبه واريد ان ابقى معه قالوا لا يجوز لك هذا ذكر لي قصتها دكتور حسن الترابي في مراجعات صحيح وقال انه كان موجودا في ذلك المؤتمر صحيح فافتى هو بذلك <applause> ان تستمر معه وبعد شويه هو اسلم نفسه واصبح من كبار الان يعني المجاهدين في, <applause> في هذا المجال طيب نعود الى السريه التي كنا نتكلم عنها سريه زيد بن حارثه زيد بن حارثه قصته معروفه انه كان قد تبن كان قد وجيء به الى خديجه وهو طفل وهو طفل رضي الله عنها فاستوهبه الرسول صلى الله عليه وسلم منها فوهبته له فاعتقه وتبناه ومعروفة قصة والده عندما جاء وتعرف لا عليه واختاره هو أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت العلاقة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا علاقة أب وابن وحب يعني بينهم حتى أنه كان يسمى حب حب رسول آه الله, حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وابنه أسامة آه ابن الحب أو الحب ابن آه الحب الحب ابن الحب آه زيد الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحه في القران الكريم. نعم. والسبب ذلك هو قصه زواجه بزينب بنت جحش ثم طلاقه منها وبعد ذلك زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها. لا. وهذه القصه تعطينا ايضا نافذه اخرى نطل من خلالها على بيت النبوه وعلى كيف ان حياه الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الاوقات بل ربما في كل الاوقات هي نموذج او هي لا ادري ان كان يصح التعبير ان اقول يعني انه هي كانت تحصل فيها الاشياء حتى نتعلم ونقلد ونقتبس ونلتزم نعم والشيء الكثير في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كان ربما هو يعني أي واحد فينا لو خير فيه ما كان يختاره <applause> والرسول عليه الصلاة والسلام تحمله لأداء الرسالة يعني أمور مثلا يمكن أن تحدث للإنسان فيطوي خبرها عن الناس لأنه لا يريد أن يعرف الناس بها، الرسول عليه الصلاة والسلام كان مطلوب منه أن يقولها للناس وأن يقولها رغم أنه سيواجه التكذيب أو يواجه الانتقاد أو, أو أي شيء من الأشياء، فهنا في هذا الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام لحبه لزيد بن حارثة زوجه أكثر من مرة فهو زوجه اولا من ام ايمن حاضنه الرسول عليه الصلاه والسلام فهو كان يحب ام ايمن لانها رعته وربته وهو صغير فزوجها للشخص الذي يحبه كل الحب كذلك. فارق السن اكيد كان كبيرا بينهما. فارق في فارق سن بس هذا الفارق السن كان ليس بالاهميه الكبيره، لكن هي ولدت لزيد اسامه. نعم يعني, يعني هي معناته هي رعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ربما صغيرة صغيرة, صغيرة نعم يعني يعني يعني. ربما كانت تكبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعشر سنوات مم. او اثني عشرة سنة هذا الشيء أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول عليه الصلاة والسلام ف هنا زوجها زوجه من زينب زينب ابنة عمة الرسول عليه الصلاة والسلام أمها أميمه بنت عبد المطلب فالرسول عليه الصلاة والسلام يعرفها وعرف أنها شابة جميلة وهي لم ترضى به لأنه كان سابقا أسر واسترق فكان كانوا يريدون كان أهلها يريدون زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم فزوجها لزيد أخوها يعني تردد في ذلك وقال انه ما اعجبه هذا وهي قالت له يعني تريد ان تتاكد ارضيته لي منكحا يا رسول الله يا رسول الله قال نعم فزوجه اياها فهي بنت الفتاة القرشية بنت الحسب والنسب بنت الحسب والنسب <applause> لم تقبل على نفسها هذا الزواج وظلت ظلت مكرهه يعني مكره. يعني هي لم تكن مكرهه بمعنى انها تشعر أنها اجبرت عليه على عليه وانما ما كان هذا اختيارها فظلت يعني هي لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رضيه لها وكما تنص الايه ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهما لهم الخيارة من أين لكن حتى في هذا الأمر لا يخيل لأنه صلى أجبرها يعني هو يعني ندب لها الأمر لكن لو هي رفضت لما كان أكره لا. لا يوجد إكره فيها هذه يعني. الآية لم تنزل قبل زواجها من زيد نزلت بعد. ربما نزلت بعد هي توضيح لمجمل القضايا التي حصلت يعني أنا, لا. أنا لا أرى أنه من المهم أو من الضروري أن يعني نؤكد او نجزم بانها لم تكن مكرهه. هي مكرهه بمعنى انها لا تجد في نفسها امكانيه عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان يريده. لا انا اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن كان ان يكرهها على شيء من هذا الموضوع لانه هذا امر ايضا لا. يعني كبير لا بس هو أمر مخطط ربانيا لا حتى لو أيوة يعني لكن لم يكره لم, تكره. لم يكره. يعني هو لماذا زوجها هو زوجها يعني لأن الله أراد لا لها أن تتزوجه بزيد ثم تطلق منه هذا, هذا أمر الله سبحانه وتعالى في علم الله في علم الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت كان يستجيب لرغبة زيد وطبعا نحن نعرف أن آية النسخة التبني نزلت بعد ذلك نزلت قبل ذلك قبل ذلك نعم اي هي في بدايه سوره الاحزاب لكن يعني لا يعني نزلت قبل زواجه قبل زواجه نعم قبل زواجه نعم آه لا آه والزواج آه هو التطبيق العملي لا لكن الزواج مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل نحن تكلمنا لا عن الرسول نعم. صلى الله عليه وسلم وانسانيته وانه طريقته حتى مثلا عندما يتكلم مع الناس يقول لهم لو شئتم ان تردوا يعني لا يمكن أن يكره إنسان في أمر من هذه الشخصية هذه الخصوصية فهو يعني نصحها يقول أنه نصحها هو في أو الحالة. أو شفع لزيد عندها بمعنى أنه يعني رأى تعلق زيد بها نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص على أن يهدم الفوارق بين فئات المجتمع فهو مثلاً زوج بعض أصحابه من المستضعفين أو الموالي مثل جليبيب مثل يعني هؤلاء الذين زوجهم من بنات عائلات ومثلا زوج مرة خادما له من بنت عائلة فأهلها ما أحبوا فهي التي قالت جليبيب 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 نعم قالت له إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه لكم فرضوا بما رضي رسول الله هي الـ البنت, الـ البنت, أنا. نعم فهنا الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان يهدم هذه الفوارق انا 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 لسه مش مقتنع على فكره معلش آه يعني ليش؟ يعني لانه ما في اكراه في ما في لان <applause> لان زينب لا اكراه <applause> في الزواج ولا اكراه في الاقتناع لان زينب بنت جحش رضي الله عنها هي لم تكن راغبه في هذا الزواج بل كانت كارهه له نعم ما اختلفنا فيها ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم يلح عليها او يصر عليها ان تتزوج زيد وهنا هي تساله نعم اراضيته لي بمعنى انها لو كان الامر لها لما تزوجت نعم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالحاحه واصراره الزمها ان تقبل انا اختلف معك بهذه الكلمه <تصفيق> 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 الحاح واصرار والزام <applause> هذا واضح من السياق لا زمي. لا يا اخي لا 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 يا اخي هذا شيء لماذا؟ لي. الرسول عليه الصلاه والسلام ابدى لها هذه الرغبه وهي لا تريد ان تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة لكن ابدت له انها غير منشرحه ولم تقبل الا لانها لا تريد ان تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هي لم لم تنشرح لكن لكن, لكن هنالك فارق بين المرأه التي تكره على الزواج يعني هذه الايام وفي غير وفي كل العصور لا ما هذه حاله خاصه هذه الحاله حاله خاصه انا اريد جدا انا اريد ان نفرق هنا بين الاكراه كما يحدث في كثير من الحالات وبين هذه الحاله التي عبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن رغبه واضحه لزينب ان تتزوج من زيد فتزوجته نزولا على رغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انها لم تكن مقتنعه يعني ممكن زوجه. نقول انه ليس المفضل لديها يعني كان تفضل غيره غير راغبه يعني نعم. زي ما مثلا في كثير من الناس يعني يكون مثلا عنده خيارين او ثلاثه م. في زواج فيكون في واحد اقل الخيارات ويفضل الاخرى لكن مثلا لم يعني لم يتمكن منها او يعني لم هذا الكلام منها. هذا الكلام الذي تتفضلان به يفترض انه حتى تلك اللحظه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بانها ستطلق من زيد وبانه سيتزوج. صح؟ لم يكن يعلم قطعا قطعا لم يكن يعلم لم يكن يعلم اطلاقا اي لا لا هذا لم يكن عنده علم بذلك والا ما كان يعلم لا ما كان يعني كان ما هذه قصه هذا شيء متاخر جدا ابتلاء, ابتلاء ابتلاه به الله سبحانه وتعالى يعني عن غير رغبه منه او غير أينها؟ معرفه وهذا يعني. الذي نقوله هنا يتحمل في شخصه ما لا يتحمله يقال انه عندما عندما اراد زوج زيد ان يطلقها هو كان يقول له امسك عليك زوجك لانه ربما يكون عرف بعد ذلك انه لو طلقها زيد ف حتى, حتى يعني نبقى مت... مع التسلسل مم. هو قولا واحدا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يعرف عند عندما زوجة... زوجها زوجها صحيح نعم مم. وهو اراد هذا الزواج زواجا مستمرا دائما صحيح مم. لكن زيد لم يشعر بال بالراحه مع زينب وزينب لم تكن راضيه بهذا الزواج فكانت يعني مثل ما بنقول هذه الايام تشوف حالها عليه يعني فيها نوع من الترفع فزيد بي يعني تاخذه كرامه الرجل واراد ان يطلقها فيذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له اريد ان اطلقها فيقول امسك عليك زوجك اما واتق الله واتق الله نعم فيقول له امسك عليك زوجك واتق الله فهي وتكرر هذا منه وهو يعلم بانه سيطلقها هو يعني هو يريد هو يريد لهذا الزواج ان يستمر لكن الله سبحانه وتعالى قال له وابلغه انه سيتزوجها. اي أيوة يعني هو كان بيقول له امسك عليك زوجك ويعلم انها مطلقه لا مفر هذا هذه مرحله متاخره مرحلة ليست قبل زواج زيد، مرحلة بعد. متأخرة بعد هذا الزواج ما حدث وأصبح قائم واقع بمدة م. نحن لا نعرف بالضبط كم استمر هذا الزواج لكنه استمر مدة سنة تقريباً سنة أو أكثر سنة نعم ما ما ندري لأنه ما عندنا ما كان عندهم سجل للزواج لا في هو في كتب السير يقال أه سنه او اقل او اكثر او حجمها يعني هو ما في شيء هو, هو قد. واضح انه هو تزوجة قبل حدث الافك يعني قبل, قبل اي نعم قبل غزوه نعم. بني المصطلق نعم. هي في حادث الافك كانت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. نعم ووقفت موقفا يعني آه كريماً. كريما جدا ولم تخض فيه إطلاقا بينما أختها خاضت فيه يعني خلاصة الرأي هنا أن تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب من زيد هو لرغبة زيد في ذلك ليس إلا أو لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يزوج زيدا من إحدى بنات العائلات الكبرى رغم انها كانت تكره ذلك رغم انها كانت لم تكن راضية ممكن ممكن تكن يعني راغبة. راضية. راغبه لكن لم تكن يعني متحمسه خلينا نقول هذا ما كانتش راضيه من مره شو متحمسه لم تكن راغبه لم يعني تكن راضيه راغبه لم تكن كانت كارية. زيد كان متعلق بها يعني خلينا نقول هذا ومش مش جس يعني انا ما وجدت ما ما في ما على ما على هذا انا لم اجد دليلا على ان زيد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال زوجني زينب ما نعم. في دليل نعم هي يعني نعم. القصه تبدا الحقيقه القصه تبدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب زينب لزيد اي هكذا تبدا طب أه. لماذا خطب زينب لزيد هنا الخلاف يعني غالبا لانه يكون هو عبر عن هذه الرغبه ربما استنتاج ربما يعني ربما على اي الاحوال لانه لأن هي غير راغب هو غير راغب ما حد انه في, لا لا أنه في أنا روايات أنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه عزام. كان لا يقبل ب اكراه المراه على الزواج صحيح. حتى التي كانت تزوجت من ابن عمها رغما عنها صحيح صحيح فكيف لولا ان هناك حكمه ربانيه هنا الحكمه ربانية لا مش نبوية مش أي حكمه ربانيه لكن هو ك يعني كانسان كما ذكرت يعني بيفضل مثلا ان يزوج بعض الناس الاخرين او يحبذ او ينصح كما حدث في قصه هذه المراه اللي ذكرناها اللي قاعدة مدارده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقترح لكن بعد ذاك يعني الامور اذا لم يعني تسحب بالطريقه هذه القصه على فكره في شويه اختلاف فيها انه هو جاء ابوها يعرضها اظن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه انه ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها فزوجها الرسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب او او قال له لجليبيب هذه مختلف مسألة مختلف يعني قصة مختلفة هو الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يخطب لجليبيب هذه مسألة يعني على كل حال فلنركز على موضوع زينب وزيد على كل حال المهم لأن الوقت يكاد تنتهي هذه الحلقة وما يزال في القصة أشياء كثيرة على أي الأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بما ستؤول إليه الأمور فيما بعد عندما أراد لزيد أن يتزوج من زينب ثم عندما وجد زيد نفسه غير مرتاح في هذا الزواج وحاول أن يستبقيه فلم يستطع فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلقها فالرسول قال له أمسك عليك زوجك ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بأنه بأن زيد يطلقها وأنه سيتزوجها فالرسول عليه الصلاه والسلام هنا يعني وجد حرجا شديدا هذا الحرج من ان زيدا كان يعرف على مدى سنوات طويله باسم زيد ابن محمد لان الرسول عليه الصلاه والسلام تبناه وعندما الغي التبني وقال وقال الله تعالى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله عاد زيد الى اسمه الاول فاصبح ينادى زيد بن حارثه. لكن هنا هدم لقيمه اجتماعيه متاصله انه كيف يتزوج من مطلقه ابنه. لكن هنا البنوه تاكيد هدم التبني هو بأن يكون ها تكون هذه الممارسة العملية من الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يتزوج من مطلقة زيد وهذا هو ما جاء في الآية القرآنية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها والسبب لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ف هذه هذه يعني هنا الرسول عليه الصلاه والسلام تحمل هذا الحمل الاضافي وهذا حمل كبير ان تخالف تقاليد المجتمع وتخرج عليها وبالممارسه العمليه وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام لما تزوج زينب ما عقد عليها ما عمل عقد بالشكل العادي لان الله سبحانه وتعالى والشيء الغريب انه ارسل زيد بن حارثه يخطبها له او يقول فذهب زيد اليها فوجدها خارج منزلها فما استطاع ان يواجهها فادار ظهره اليها وقال يا زينب كم ادخل الله عليك من السعاده قالت وما ذاك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك يذكرك يعني يخطبك فقالت والله لا افعل شيئا حتى اؤامر ربي يعني يعني هي تقول يعني استغربت الموضوع كله والموضوع عجيب فعلا حتى اؤامر ربي يعني دخلت تصلي وتتساءل كيف هذا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل البيت فهذه مساله ثم بعدها كانت هي التي تسامي باقي الزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام وتقول لهم تقول لهن زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لكن طبعا هو في كتب السيره انه اخوها اللي يعني يعني حصل زواج يعني هذا طبعا زوجها زوجك زوجناكها يعني من ناحيه معنويه لكن عمليا هو اخوها يعني تخطبها من اخوها واخوها واصدقها صداق مثل يعني زوجاته الاخرى يعني فاخوها هو يعني الذي يعني اتبعت اتبعت القواعد نفسها يعني لكن الصحيح هو هذا يعني كانت بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم امتحان وللامه الاسلاميه كلها امتحان <applause> لأن هذا التطبيق عملي طبعا ل لتشريع انهاء التبني ويكتسب هذا الامر طبعا شيء اضافي من أن ما ذكرناه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد وأنه كان يعني آآ آآ يعني دائما كما ذكرنا يعني هو طبعا إرسال في الـ في الـ في السرايا أيضا اعتراف بإمكانياته القيادية م. أنه هو كان يعني له قدرات قيادية فمعظم تقريبا أو كل السرايا التي كان يذهب على راسها دائما كانت تنجح يعني وتكون زيد بن حارثه رضي الله عنه كان اول الامراء في في مؤتة غزوه مؤتة صحيح صحيح واستشهد فيها آه آه رضي الله عنه آه في كلمه جميله جدا للسيدة عائشة ام المؤمنين عن زينب ام المؤمنين تقول ولم ارى قط خيرا في الدين من زينب واتقى لله واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقه وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل وهذا حديث في مسلم إيه يعني طبعا يعني مهات المسلمين إحنا كما ذكرنا كنا دائما يستبقنا في الخيرات نعم, نعم. وهذه لما سأل سألوا زوجات الرسول سألوه أينا أول أول لحاقا بك قال أطول كنا يدا فجعلوا يقيسون ايديهم ايديهن مم. ليروا من التي اطول يدا فلما توفيت زينب كانت الاولى اول واحده من امهات المؤمنين تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عرفنا انه انما كان يعني اطول كنا يدا في الخير أكثرهن أكثر صدقة, أكثرهن صدقة لأنها كانت تعمل كانت تدبغ وتصنع التخيط وتبيع وتتصدق بما ياتي آه اي صح إيه. هذا مع طبعا كان امهات المؤمنين يعني من بيت المال ياخذن من الخمس نعم يعني هذه طبعا تذكرنا احنا في السابق أن هذا يعني مكانة أمهات المسلمين دائما خيار يعني خيار رباني صحيح نعم. يعني أنه هذه المنزلة لا يلقاها يعني إلا ذو حظ عظيم ف او ذات حظ عظيم آه طبعا زينب يقال ايضا في, في انها كانت الزوجه الخامسه للرسول صلى <applause> الله عليه وسلم <صلوح> نعم فالمنافقون طبعا ارجفوا ارجافين في هذا الامر قالوا <applause> <applause> انه كيف يعني قال اربعه للاخرين وهو يتزوج الخامسه <applause> الخامسه <applause> نعم وايضا تزوج يعني بنت ابنه بالتالي ايوه كان هناك فكان هناك سببان كان هناك ارجاف <applause> يعني وايضا هذا يعني كان فيها امتحان إضافي لها والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر والأمة الإسلامية في هذا الأمر طيب انتهى زمن هذه الوقفة نستأنف في وقفة قادمة إن شاء الله إن شاء الله